بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الأول الإعدادي، إن شاء الله هناخد النهاردة درس جديد وهو الإحصاء. تعال نشوف درس الإحصاء النهاردة بيتكلم على إيه؟ بيتكلم على الاحتمالات. طيب، أول حاجة هناخدها في الاحتمالات حاجة اسمها التجربة العشوائية. إيه هي التجربة العشوائية؟ التجربة العشوائية هي تجربة إحنا عارفين جميع نواتجها قبل إجراءها. يعني إيه؟ يعني مثلا لو أنت معاك عملة معدنية وهترميها، ايه النتيجة اللي ممكن تطلع؟ ممكن تطلع صورة أو كتابة، بس أنت مش عارف ايه اللي هيطلع بالظبط، بس ايه؟ احتمال صورة واحتمال كتابة. طيب لما يكون معاك زهرة النرد وتيجي ترميها، ايه النواتج اللي ممكن تطلع من 1 لـ6؟ دي كده اسمها تجربة عشوائية. يبقى تلك التجربة التي يمكن التنبؤ بجميع نتائجها ولا يمكن الجزم بأي من النتائج سوف يحدث. طب فضاء العينة، ايه هو فضاء العينه؟ فضاء العينه هو كل نواتج التجربه العشوائيه. يعني مثلا تيجي ترمي زهره النرد بيطلع الناتج من 1 لـ6، لما تيجي تكتبهم بين قوسين مجموعه يبقى ده كده اسمه فضاء العينه. ايه الحدث؟ الحدث هو جزء من فضاء العينه. شويه اعداد، مثلا اعداد زوجيه، اعداد فرديه، اعداد تبقى الاسم على 5، اعداد اقل من 3، وهكذا. طب في حدث بسيط هو يحتوي على ناتج واحد ويسمى بالحدث الأولي، وفي حدث المؤكد اللي هو احتماله بيساوي 1، تمام؟ وفي الحدث المستحيل اللي هو احتماله بيساوي 0. طيب يبقى قيمة الاحتمال بتتراوح ما بين 0 و1، يعني أكبر من الصفر، أكبر من أو تساوي 0، وأقل من أو تساوي 1. طيب احتمال وقوع الحدث بنجيبه ازاي؟ عدد عناصر الحدث على عدد عناصر فضاء العينة. طيب تعال نشوف الكلام ده بمثال. في تجربة إلقاء حجر النرد مرة واحدة وملاحظة الوجه العلوي، احسب الاحتمالات الآتية. احتمال ظهور عدد زوجي. طب تعال نشوف ايه هي الأعداد الزوجية. طبعا هتطلع من 1، 2، 4، 6. يبقى ساعتها الاحتمال عددهم على كل فضاء العينة عددهم 3، على كله 6، يبقى 3 × 6 يعني نص. طب ظهور عدد فردي، الأعداد الفردية اللي هي 1، 3، 5، عددهم 3 × 6، يبقى احتمال ظهور عدد فردي نص. ظهور عدد أولي، طب تعالى نطلع الأعداد الأولية الأول اللي هي 2، 3، 5، خد بالك الاتنين أولي وزوجي، يبقى احتمال ظهور عدد أولي 3 × 6 يعني نص. طب عدد أقل من 5 اللي هم 1، 2، 3، 4، عددهم 4، يبقى الاحتمال بيساوي 4 × 6 يعني ثلثين. هتلاحظ إن أي قيمة، قيمة الاحتمالات اللي بتطلع بتبقى عدد ما بين عدد نسبي ما بين 0 و1. احتمال ظهور عدد أولي زوجي اللي هو الاتنين، هو ده الوحيد الأولي زوجي، يعني الاحتمال هيساوي 1 × 6. زور عدد يبقى الاسم على 3، يبقى الاسم على 3، يبقى هبتدي بالـ3 وبعد كده زود 3، يبقى 3 × 6، يبقى الاحتمال هنا 2 × 6، بتعدهم يعني عددين على 6 يبقى تلت. زور عدد أكبر من 6، وأنت لما ترمي زهرة النرد في عدد أكبر من 6 هيطلع؟ لا طبعا، يبقى فاي، يبقى الاحتمال بيساوي 0، وده اسمه الحدث المستحيل. طيب تعال نشوف المثال ده كمان. بيقول لك صندوق يحتوي على 6 كرات حمراء، 5 كرات صفراء، 4 كرات خضراء. احسب عند سحب كرة واحدة عشوائية، احسب الاحتمالات الآتية. طيب أول حاجة تبتدي تعملها إن أنت تجيب مجموع الكور دي كلها، يعني 6 + 5 + 4، يعني 15 كورة، كلهم 15 كورة. تعال نشوف بيقول لك إيه. احتمال ظهور كرة حمراء، هو الأحمر كام كورة؟ 6، على المجموع الكلي اللي هو 15، يعني 2 × 5. طيب ظهور كرة زرقاء، هو في كور زرقاء أصلا؟ لا، يبقى ده 0. طب ظهور كرة خضراء، الأخضر كام كرة؟ 4، على مجموعهم كله 15، يبقى 4 × 15. طب ظهور كرة حمراء أو صفراء، يبقى تجمع بقى الأحمر والأصفر، يبقى 6 × 5 = 11 على 15 اللي هو المجموع الكلي. طب ليست حمراء، طيب مش هتكون كرة حمراء، هتكون إيه طبعا؟ يكون الأصفر أو أخضر، يبقى نجمع الأصفر والأخضر مع بعض، يبقى 5 و4 9 على 15 اللي هو 3 × 5.
مثال كمان، صندوق يحتوي على 20 بطاقة مرقمة من 1 لـ20، يبقى أنا الأعداد بتاعتي من 1 لـ20. احسب الاحتمالات الآتية: ظهور عدد زوجي، وظهور عدد فردي، وظهور عدد أولي، وظهور عدد يقبل اسم على 5، وظهور مضاعفات العدد 4. طيب ظهور عدد زوجي، أنت بقى تطلع الأعداد الزوجية من 1 لـ20 اللي هم 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20، هتلاقيهم 10 أعداد. يبقى 10 أعداد على العدد الكلي على 20، يعني نص. ظهور عدد فردي نفس الحكاية، تعد الأعداد الفردية على العدد الكلي، هيطلع برضو 10 على 20، يعني نص. أولي، تعال بقى نطلع الأعداد الأولية اللي هي 2 3 5 7 11 13 17 19، نعدهم، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، يبقى 8 على 20 اللي هي 2 على 5. عدد يقبل اسم على 5، يبقى تبتدي بالخمسة وتزود خمسات بقى، يبقى 5 10 15 20، نجيب عددهم 4، يبقى 4 على 20 يعني 1 على 5. مضاعفات الأربعة يعني 4، وابتدي ازود اربعات بقى، 4 8 12 16 20، عددهم 5 على 20 يعني ربع. مجموعة مكونة من 100 تلميذ، يبقى كلهم 100، نجح منهم 59 طالب في اللغة الإنجليزية، 35 طالب في التاريخ، 20 طالب في المادتين معا. فإذا اختير تلميذ واحد عشوائيا يوجد احتمال أن يكون الطالب المختار ناجح في التاريخ. احتمال نجح في التاريخ، هو جايب هو اللي نجح في التاريخ كام واحد؟ 35، يبقى 35 على 100. طيب احتمال راسب في التاريخ، هو نجح بنسبة 35%، يبقى راسب بنسبة 65%. نجح في الانجليش، يبقى 59 على 100، يعني 59%. طب راسب في الانجليش، يبقى نجيب الفرق بقى 100% ناقص 59%، يبقى 41%.